أبشرك تقاعدت وحطيت لي 500 دجاجة والحمد لله بياض كل يوم يطلع لي 500 بيضة الحمد لله بخير وبنعمة الله يديم علينا بس يا ولد افتك كفتك من قلب افتك كفتك ترزق الله بالدجاج كل يوم 500 بيضة والطبق بكم ب17 يلا اضربها والله يرزقك ان شاء الله بس اترك البل اتركها منقيتنا ان شاء الله السنه هذه استجنن لا اله الا الله اوه حول ولو ما شاء الله يا المنقية تبارك الله